رمضانك وصحة فطورك رحيم. تعرفني ونعرفك أكيد صحيح. أكيد ولازم نحكي معك يا سهلا. اليوم رمضان في شمال كان إفطار جماعي الحمد لله يا ربي الحمد لله يا رب العالمين. واش تقول لنا عليه؟ أنا نقول لك حاجة، هذا لم الشمل، لم الشمل الجزائريين، ويعني باش بالملخص هكذا يعني الوطن والوطنية. أنا نحيي، شوف أنا نحيي الوطن الوطنية قناة الوطنية، يعني شوف سبحان الله العظيم جات في وقتها لم الجزائريين خاوتنا حنا في حنا.